في هذا اليوم 70 مشارك ما بين مدير ومديري ومعلم ومعلمي، حيث المشاركة تتركز على القضايا التالية: أهمية الرحلات، دور الرحلة، الهدف من القيام بالرحلات المدرسية على مختلف أشكالها وأنواعها، الهدف المرجو من الرحلات المدرسية أن تحقق أو تعزز التعارف ما بين أوساط ما بين الطالب والمعلم، الطالب نفسهم، التعرف على الأماكن السياحية في فلسطين، كمان أن يكون هناك أن تنشأ علاقة ما بين المعلم والطالب. للرحلات المدرسية تجارب عديدة في العام الماضي والأعوام السابقة، كل تجربة لها ما لها وما عليها. سنستعرض في هذا اليوم تجربة الرحلات المدرسية في العوام السابقة، حيث جرت بعض الإشكاليات أو جرى بعض الملاحظات على أداء الرحلات المدرسية في أكثر من منطقة. الهدف من ذلك نعمل على الاستفادة من الأخطاء والثغرات من أجل إكساب الطالب الروح المعنوية وبث الروح والثقة بين الطلاب نفسهم.